السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اليوم بإذن الله بنشرح لكم كيفية عمل لونج شادو بالأفتاء بالأدوبي إلستريتور مثل هذا اللي هو المستخدم في أيقونات الفلات. أنا سجلت 9 دقائق درس، ممكن أرفعه بس الدرس هذا بيكون على السريع مختصر، يعني لاحظ ممكن نسوي زي هذه أو زي أي واحدة من اللي هنا. طيب على السريع خلينا لاير جديد ونمسح هذه، نرسم دائرة بحرف ال L وبالشفت بهذا الشكل، نعطيها اللون أي لون ونوسطها مثلا هكذا. نأتي نرسم الشعار، نأخذ الشعار مثلا، نأخذ الشعار من هنا بأي يعني شيء سريع ونضعه هنا. كنترول سي تراجع، كنترول بي، هذه الحركة ما يعني ممكن أشرح لكم إياها بعدين، بس خلينا أنا سريع. إيمج تراك، بعدين دبل سوري إكسباند، دبل كليك على العصفور، كنترول اكس او كوماند اكس، نمسح هذا، كوماند في، نخلي لونها ابيض. الان كل الاشياء هذه بيزكس او اساسيات يعني ما تحتاج شرح. الان العصفور في المنتصف بهذه الطريقة. الان تحتاج انك تركز قليلا. لاحظ عندنا هنا الدائرة وهنا البيرد، هنا مثلا نكتب رقم 1، نعمل منها دبل كيت، فننسخ هذه كذا، نمسح رقم، نخلي اللي فوق رقم 2. الآن نأخذ العصفور الرقم 2 هذا ونعطيه لون، ولنقل خلينا نعطيه نفس اللون هذا، بس نخفي اللير اللي فوق، بس نخليه غامق شوي كذا مثلا. لاحظ كيف الخلفية ممكن نخليها أفتح قليلا. طيب نأخذ اللير هذا اللي هو الثاني غير الأول، نضغط على Alt، نسحب، نضغط على Shift، نضغط نحددهم الاثنين كذا. Object Blend، Blend Option، نحدد على هذه الخيارات، أنا شرحتها في الدرس المفصل إيش الفرق بينهم. نضغط OK، بعدين Alt و Command و B أو Alt و Control و B اللي هي Object Blend Make. أوكي الآن نظهر هذا اللير. أوكي لاحظ كيف صار عندنا الظل طويل. الطريقة لإزالة الظل هذا، نضغط على الدائرة هذه، نعمل منها طبقة جديدة، نخفيها. الآن نحدد، ننزل هذه تحت، نحدد هذه مع هذه اللي هي الظل مع الدائرة اللي تحت، أو يعني نطلعها فوق الأول، بعدين نحددهم مع بعض ونضغط، نحددهم مع بعض ونضغط كنترول 7. الآن نظهر الدائرة هذه ونظهر العصفور فوقها، نظهر العصفور الأبيض، لاحظ كيف صار عندنا بهذا الشكل. طبعا درس المفصل شرحت فيه إيش الفرق بين هذه بين كل واحدة منهم يعني. كذا انتهى درس اللونج شادو، هذه الطريقة ممكن تطبقها على تكست، شرحتها في الدرس الطويل، بنزلهم في نفس الوقت بإذن الله، لكن هذا على السريع. أتمنى أكون أفدتكم ويعطيكم العافية.